بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة مستر علاء ابراهيم. ان شاء الله النهاردة هنكتب مع بعض باراجراف عن عيد الفطر. نكتب في نص السطر عيد الفطر. عيد الفطر is a Muslim festival. عيد الفطر احتفال اسلامي. It happens in the first day of 10th Islamic month called Shawwal. يصادف العيد اليوم الأول من الشهر العاشر الهجري الذي يسمى شوال. Eid is a time of celebration and being happy. العيد وقت الاحتفال والسعادة. People say عيد مبارك to their friends. يقول الناس عيد مبارك لأصدقائهم. People go to the mosque and spend time with their families. يذهب الناس إلى المسجد ويقضون الوقت مع عائلتهم. They eat delicious food and celebrate. يتناولون طعام لذيذ ويحتفلون. كده نبقى انتهينا من كتابة باراجراف عن عيد الفطر. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.